السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الدرس 46 والصفحة الأخيرة من الوحدة الأولى. أهلا وسهلا بكم. نحن الآن مع قصة جميلة جدا تتكلم عن وفاء أحد الحيوانات. هذه هي الصفحة الأخيرة وبعدها كلمات الوحدة الأولى وبعدها الوحدة الثانية إن شاء الله. سننتهي اليوم من الوحدة، أو سننتهي في هذا الدرس حتى من الوحدة الأولى. نبدأ بالقراءة. ماذا يقول لنا السؤال؟ يقول لنا أشهدك متني النص الذي في الأسفل. جورولانجيش مش زمان، الماضي المرئي يبيو. جورولانجيش مش زمان يبت جالدي. جورولانجيش مش زمان، الماضي المرئي. شمدي كي زمان هكايسي، المضارع حكاية الزمن المضارع، يعني يبيوردو كان يفعل. أوراني لانجيش مش زمان هكايسي، حكاية الزمن الماضي الذي يعرف، يعني دي يبا يبمشت الزمن الماضي المسموع. قال مشتي. وجلجك زمان هكايسي، حكاية الزمن المستقبل، يعني كان سيأتي جلجكتي سويلجكتي وهكذا. تمام، يلا لنكمل. سنكمل هذا النص بأحد الأزمنة السابقة، كما قلنا الماضي الطبيعي جالدي، وحكاية المضارع جاليوردو، حكاية المستقبل جلجكتي، وحكاية غير المرئي قال مشتي. يعني بها أحد هذه السياسة من الفراغات، لأن النص صغير كما تعودنا حولناه إلى نص كبير من خلال ملف آخر، ونبدأ بقراءته. أو صباح أنا أكل نون بهجسندا بيوك بير تلاش وجان للك وارد. أو صباح، في ذلك الصباح، أنا أكل نون بهجسندا، في حديقة الروضة، أنا أكل الروضة الحضانة. بيوك بير تلاش، كان هناك تلاش كبير، تلاش هو اضطراب أو حركة أو هكذا، كان هناك تلاش، لا أدري ما هو المرادف له بالعربية، تلاش يعني حيوية، حركة، اضطراب، ليس قلقا لكن هو شيء فيه حركة، حركة كبيرة. بيوك بير تلاش وجان للك، وحيوية واردة، كان يوجد في الروضة حيوية و حركة كبيرة. تشوجوك بايراميد، لقد كان عيد الطفل. تشوجوك بايرام، عيد الطفل ده كان. تشوجوك بايراميد كان عيد الطفل. إلك فأورتا أكلر جروب لر هالندا مارشل مارشلر سويلة يارك سوكاك لردن جتشيور. إلك فأورتا أكلر، إلك الابتدائي، أورتا أكل المتوسطة، مدارس الابتدائي والمتوسطة. إلك فأورتا أكلر جروب هاليندا، جروب لر هاليندا على شكل مجموعات، مارشلر سويليرك يقولون الأناشيد الوطنية، مارشلر الأناشيد الوطنية، سويليرك بقولها، سوكاك لردنجتشيور يمرون في الشوارع، يعني كان طلاب المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية بحالة مجموعات تطوف في الشوارع وتغني الأغاني الشعبية. شهرين أوزاك بيكنيك ألانلارنا دال دلر. حللت المثال الأول واستحلوا البقية. شهرين أوزاك، شهرين العائد إلى المدينة، شهر المدينة. أوزاك بعيد. بيكنيك ألان لر، مساحات المجالات التنزه، يعني المساحات الخضراء حول المدينة، مساحات التنزه حول المدينة. ألان لرا، إلى تلك المساحات. دول دولار، تفرقوا، توزعوا، انتشروا، يعني كان هؤلاء الأطفال يدورون في شوارع المدينة ثم تفرقوا في المساحات الخضراء. çocuklar bayramlarını 20 dakika uzaklıkta bir dere kenarında kut. الآن çocuklar bayramlarını أعياد الأطفال 20 أو عيد الطفل 20 dakika uzaklıktaki bir dere. دره نهر صغير. 20 dakika 40 دقيقة، أوزاكلكتكي الذي يكون في بعد، يعني النهر الصغير الذي يكون بعيد، أو الساقية النهر الصغير التي تكون بعيدة عن عن، لم يقول بعيدة عن ماذا، التي تكون في بعد يعني عن المركز، تبعد حوالي 20 دقيقة. على حافة ذلك النهر الصغير كناردا كتلة، كتلة مك الاحتفال، نقول كانوا سيحتفلون. أنا أكلون بطن جا
gezilerinde anaokul araba الحضانة بتون جزيلرinde في كل رحلاتها olduğu gibi كما يكون يعني كما يكون في كل رحلات المدارس الحضانة جروب ليدرين جروب ليدري رئيس الجروب رئيس المجموعة ينا مرة أخرى غامسز د غامسز غامسز غم غامسز يعني بدون غم اسم ماذا سنرى الآن كان رئيس الذي يقود روضة الأطفال كما هي العادة غامسز اسمه من هو غامسز الآن يقول لنا غامسز ويشرح لنا من هو سرتويلو ذو شعر أصفر توي هو ليس الشعر إنما صوف الحيوان شعر اليدين الشعر الذي يخرج على اليدين على الرجلين اسمه توي أو شعر الحيوان أيضا اسمه توي شعر الرأس ساتش سكال بيوك ساتش لا كاش كيربي كيربيلر كيربي كيربي المهم كيربي لا كيربي قنفذ كيربيكلر كيربيكلر الرموش المهم الآن التوي هو هذا الشعر أو شعر الحيوان أو ريش العصفور سرتويلو ذو شعر أصفر يعني ذو ريش أصفر ذو صوف أصفر ياشلو كبير في السن وصادق وصادق بير محل كوبيدي محل كوبي كلب المحلة يعني كلب المنطقة غامسز مين هو؟ كلب أشقر كبير في السن كان دائما يرافق الأناكولو جيزيلاري دائما يرافق رحلات الروضة الرحلات التي تقوم بها الروضة للأطفال فقط أو لكنه لكن ذلك كوبيك لارين أنجم للصيدي هذا الكلب الذي يسمى غامسز كوبيك لارين أنجم للصيدي كوبيكلارين الكلاب أن غمل غم 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 غمل ذو غم غملص كوبيكلارين غملص يعني صاحب هم من الكلاب أكثر واحد صاحب هم من الكلاب كان هذا الكلب الذي يسمى غامسز اسمه غامسز لكنه صاحب أكبر هم أن غملص إيدي إيدي يعني كان يعني هذا الكلب كان اسمه بدون هم لكن كان هو صاحب أكبر هم بير كاتش سنة أونجا قبل عدة سنوات بيوك بير فلاكات يشا بيوك بير فلاكات مصيبة كبيرة يشا عاشا يعني هذا الكلب عاش مصيبة كبيرة منذ سنوات منذ عدة سنوات ما هي المصيبة الكبيرة التي عاشها هذا الكلب المهموم الحزين دورت يورسنون زهير لنديني دورت يورسو يورو يعني جرو أربع جراء من جرائه زهير لندي تسمموا زهير لنديني تسممهم جزنون أنوندا أمام عينيه كفرنا كفرنا ألدونو جر رأى كفرنا كفرنا التواء التواء يعني الكلب عندما يتسمم ويبدأ يموت ويتحرك بشكل كبير جزنون أنوندا أمام أبيهم أمام عين هذا الكلب الذي اسمه غامسز غامسز رأى أولاده أو رأت أولادها يموتون أمامه أو أمامها كلب أو كلبة لا ندري لم يذكر olduğunu gözünün önünde أمام عينيه كفرنا كفرنا بالتقلب والتقلب والتقلب öldüğünü يموتون gör نقول لقد رآهم ماذا نضع اللاحقة أنتم تضعونها onları götüren çöp arabasının arkasından uzak mahallelere gitmiş الآن جراؤه الأربعة ماتوا onları götüren التي أو الذي أخذهم شوب أرابس سيارة ال شوب الوسخ سيارة المهملات التي تأخذ الأوساخ وأخذت تلك الجراء الميتين الأربعة أركا سندان خلف هذه السيارة وزاك محل لراجت مش ذهب إلى مناطق بعيدة onları götüren onları götüren çöp arabasının arkasından uzak mahallelere gitmiş bir hafta geri dön bir hafta أسبوع كامل geri dön عاد أو لم يعد أنتم كما تقررون يعني ذهب خلف سيارة المهملات التي تأخذه أخذت أولاده الميتين جثث أولاده وبقي هناك أسبوعا bir hafta sonra بعد أسبوع biraz daha yaşlanmış biraz قليلا daha yaşlanmış شاخ قليلا يعني أصابه كبر السن صار كبيرا uzun sarı tuyları tuyları شعرات جسمه uzun sarı طويلة وصفراء
بيراز دها تشامورلو، بيراز دها أكثر بقليل تشامورلو، يعني مليئة بالطين، يعني كانت شعرات جسمه مطينة. بجاكلر أقدامه، أو مثلا أطرافه، بجاكلر أقدامه، أرجله، براز دها برلن مش، براز دها أكثر بقليل برلن مش، يعني عليها ماذا نقولها، لكعات، لصعات، لفعات، يعني عليها آثار كدمات. براز دها برلن مش، يعني تعبت أقدامه عليها آثار كدمات. برلن مش أولاراك، بأنها هكذا ملطعة. محل يجري، قال إلى المحل، إلى المنطقة، جري عودة، قال جاء، نقول لقد جاء إلى الحي، وأقدامه كانت يبدو عليه كبار السن، وأقدامه كانت منهكة وعليها آثار التعب، توقيعات هكذا كدمات. طيب أورنجيلر الطلاب أرتك محل دنشك مش. الآن هو يتكلم عن الكلب لكنه يعود إلى الأطفال الذين يعيشون أجواء عيد الطفل. أورنجيلر الطلاب أرتك، يعني من الآن فصاعدا، يعني يتكلم عن اللحظة التي يحدث فيها الأمر. محل دنشك مش، لقد خرجوا من الحي. يشيل تارلرن أرسندان جاتشان بير إنجا باتيكا. يشيل تارلالار الأراضي الخضراء، المزارع الخضراء، تارلا مزرعة، أرسندان من بينها، جاتشان بير إنجا بارتيكا باتيكا، جاتشان يمر إنجا باتيكا طريق ضيق، طريق ضيق يمر من بين الطرق، ضيقة تمر من بين الأراضي الزراعية. وارمش لارد، وصلوا إلى الطرق الضيقة التي تمر من بين الأراضي الزراعية. جامسز، يعني هذا الكلب الذي اسمه جامسز، أن أندا، كان في الأمام، أن الأكثر، أن أمام، دافي في الأمام. غرورلو، يعني بغرور، بشخصية. وكان ديندن أمين تفريلا يرو، وكان ديندن من نفسه أمين تفريلا، بطور واثق من نفسه يرو، نقول يمشي، يعني كان يمشي، كان الكلب الذي اسمه جامسز يمشي أمام الطلاب وهو واثق من نفسه بشخصية وبثقة. غرورلو. ندنسى، لكن لسبب من الأسباب، أندا، أوندا، يعني في الكلب عنده، بير نشاسيزليك، نشاسرور، نشاسيزليك لا سرور، يعني كآبة أو هكذا، كان الكلب ليس مسرورا كالعادة. أنلاشلماز بير دورغونلوك، أنلاشلماز لا يفهم، أنلاشمك فهم، أنلاشلمك فهم مبني المجهول، ماز لا يفهم. بير دورغونلوك يعني السكون، هدوء، كان في هذا الكلب هدوء وسكون لا يعرف سببه. بارد، كان يوجد. نهاية، في النهاية، bayram yerine varıldı. Nihayet, fin nihaya, bayram yerine, ila mekani el ila mekani el id, ila mekani el ihtifal bi id el tıfl, varıldı, temmel vusul, temmel vusulu ila mekani el id. Burası, huna, gölgeler içinde, dahil zilal, yani tahta zilal el eşcar ve hakeza, gölgeler içinde, serin bir ırmak, bir ırmak kanarıydı. Serin bir ırmak, ırmak nehir, serin barit kenarıydı, kana şatı. Yani huna şatı, nehir sagir, tahta zilal. Ecva cemile cidden. Suların içine yeşil soğutlar sark. Suların içine ile dahil el eşcar, yeşil soğutlar, eşcar sindiyen, soğutlar ya eşcar, ahadan var eşcar galiben hiye sindiyen, سارك يعني كانت تمتد، نضع اللاحقة المناسبة، سارك يعني على شاطئ هذا النهر كانت تمتد أشجار السنديان أو نوع آخر من الأشجار التي تشبه السنديان. تجوكلر كشرك، الأولاد ركضا نشلي، تشلكلر، تشلكلر نشلي مسرور، تشلك يعني صرخات، صرخات مسرورة، أترك عبر قذفها، عبر إطلاق صرخات مجنونة، صرخات مسرورة. إطراف دليور لر، كانوا ينتشرون في الأطراف، الأطفال كانوا يصرخون بفرح ويلعبون في الأطراف. آتش لرا ترمانب، آتش لر الأشجار، آتش لرا إلى الأشجار، ترمانب يتا ترمان ل...
تيرمان ما تسلق يتسلقون أشلرا تيرمانب يتسلقون على الأشجار تشيمان لردا وفي وعلى الحشائش تشيمان الحشائش يوار لان يعني يتدحرجون بعضهم يتسلق الأشجار وبعضهم يتدحرج على الحشيش الأخضر الحشائش الخضر قامسس الكلب قامسس ده أيضا بير أرى جانلنمش بير أرى يعني فترة قليلة جانلنمش يعني عادت له الحياة çocuklarla beraber oynamak iste. Çocuklarla beraber مع الأطفال oynamak اللعب iste أراد. أراد اللعب مع الأطفال. فقط birden bire لكن وبشكل مفاجئ birden bire فجأة دور يعني نقول نحن وقف durmak الوقوف. Başını kaldırarak برفع رأسه acı acı ölü başını kaldırarak برفع رأسه acı acı بألم بألم ألو كان ينوء ما بعرف شو بنقول للكلب إذا كان عم لا يعوي لكنه يصدر صوت يدل على الألم يتلوى من الألم باشنو كالدرارات أجو أجو ألو 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 يعني كان يصدر صوت يدل على تألمه قمصص ينوء ينيء ينأى نسينا العربية ماذا نقول يعني يئن اليور يئن لكن هذا الأنين الخاص بالحيوانات بالكلب بالكورت يعني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الكلب أو ماذا ما هو الكورت الذئب وهكذا الحيوانات الوحشية أو الحيوانات صوت الألم قامسز هاستايد قامسز هذا الهاستايد كان مريضا çocuklar hemen bunu çocuklar الأطفال hemen bunu fark et فورا انتبهوا إلى هذا bunu لهذا fark et الانتباه تضعون الزمن المناسب ona yemek götür ona لهذا الكلب yemek الطعام götür أحضر o الكلب verilen yiyecekleri المأكولات التي أعطيت إليه ye ما أكلها المأكولات التي أعطيت إليه لم يأكلها يلفرر جيبي ديشلريني تشيكارارك يلفرر جيبي كأنه يتوسل كأنه يتضرع ديشلريني أسنانه تشيكارك تشيكارارك بإصدارها بإخراج أسنانه يعني تخرج أسنانه تبدو للذي يراها خفيف خفيف بار يعني كان يصرخ بشكل خفيف هذا الكلب لأنه يتألم Çocuklardan biri ahadul atfali birdenbire bir şey hatırlayarak birdenbire fecaten bir şey hatırlayarak bir tezekkuri şeyin hatırlayarak abra tezekkuri bağırmaya başla bedaa bis surah ahadul atfal ve keennehu tezekkara şeyen bedaa yasruh eyvah gamsızı zehirlediler eyvah yani ya ilahi ya ilahi vah vah o hakeza قمصز لهذا الكلب زهير لديلر سمموه لقد سمموا كلبنا بو صباح هذا الصباح بير شيء المك اتشين من اجل اخذ شيء او من اجل شراء شيء بقالا جيت بقالا الى البقال جيت ذهبت ذهب يقول هذا الطفل لقد سمموا قمصز لقد سمموا هذا الكلب اليوم صباحا ذهبت الى البقال من اجل اخذ شيء ما من اجل شراء شيء ما كوشا باشندا كوشا زاوية باشندا على رأسها على رأس الزاوية توبيك تشوبلوك تا تشوبلوك هي سلة المهملات المزبلة تشوبلوك تا تشوبلوك تا قمصزي جور قمصزي اسم الكلب جور رأيته سيقول رأيت الكلب على سلة المهملات في الزاوية يعني المزبلة في الزاوية ديار كوبيك لرلا برابر مع بقية الكلاب ديار كوبيك لرلا مع الكلاب برابر البقية ديار الآخرين كوبيك كلب لا مع ديار كوبيك لا مع بقية الكلاب برابر معهم بير شيو بير شي بير شي شيء معين يا يأكل يعني كان يأكل شيئا معينا بعد بقي مع بقية الكلاب مطلقة زهير لي يمك مطلقة من المؤكد زهير لي أكمك خبز مسموم يا يعني أكل من المؤكد أن هذا الكلب قد أكل خبزا مسموما çocuğun dediği doğruydu. Çocuğun dediği الذي قاله الطفل doğruydu. Doğru, صحيح. Du kana doğruydu. Kana sahihan. Gamsız ismi هذا الكلب. Bütün zehirlenen köpekler gibi. Bütün zehirlenen köpekler
بوتون جميع زهير لنان المتسممة كوبيكلر الكلاب جيبي. هذا الكلب مثل كل الكلاب المتسممة كفران مايا تشربان مايا باشلا. بدأ بالكفرانما والتشربانما. كفرانما الالتواء يعني يتلوى ألما، تشربانما نحن نقول فالحصى وهكذا يتحرك بسرعة يعني يمينا وشمالا من شدة الألم. غامسس هذا الكلب ألمك أزرايدي. ألمك الموت أزرا على وشك إيدي. كان هذا الكلب على وشك الموت. دورمادان تشربن دورمادان بدون توقف. تشربن يعني يتحرك حركة سريعة، يتحرك يمينا ويسرة من الألم بدون توقف. بازان بازان أحيانا يرده دبلانيور، يقاوم على الأرض، يحاول أن يقاوم الألم. أياك لريلا توبراك لر كازيور. أياك لريلا بأقدامه توبراك لر التربة كازيور يحفر، يحفر التربة برجليه. بازان ده أحيانا أيضا كانلو آزنو بفمه المدمى. كاندم كانلو مدمى آزو فمه. gökyüzüne kaldırarak gökyüzü bazen de kanlı ağzını famuhul mudamma gökyüzüne kaldırarak yerfa'u famuhul mudamma ila al-a'la famuhul lati temla'uhu dima. uğursuz bir sesle bi savtin meş'umin uğur haz sa'id uğursuz haz sayı bir sesle bi savtin ulu yetela ya'innu min al-alam ölüyor ulu ulu نعم لكن هذا الصوت لا يكون للإنسان بل للحيوان لذلك يعني ننتبه لنقول الإنسان ألو. كان يصرخ يصدر صوتا من الألم. نهاية سون بير غايرتلا. نهاية في النهاية سون بير غايرتلا بمحاولة أخيرة. غايرت غايرت محاولة لكن يعني جهد، محاولة جاهدة، محاولة بجهد. سون بير غايرتلا توبارلان. توبارلان ماك يعني جمع نفسه يعني استعاد قواه أو هكذا. إتشيندكي أتشي النار التي في داخله، السم الذي في داخله. سندرمك إتشين من أجل إطفائها، من أجل إطفاء النار التي في داخله التي تملأه ألما. إرما دورو كوشمايا باشلا. إرما دورو إلى النهر. كوشمايا ركبا، الركب باشلا بدأ. يعني في النهاية جمع قواه ومن أجل إطفاء النار التي بداخله بدأ الركض نحو النهر. ırmak kenarındaki tahta köprü. ırmak kenarında ala şatı nehir sagir tahta köprü. Tahta köprü köprü cisir tahta haşabi yanında kurbel cisril haşabi lezi ala nehri ev ala şatı nehri. 5 yaşında iki kız vardı. 5 yaşında fil hamisi min umriha iki kız fetateyni vardı. كان يوجد فتاتين في الخامسة من عمريهما قرب النهر. بنلر هؤلاء يعني هؤلاء الطفلتين. كوبين جالديني جورونجا. كوبين الكلب جالديني قدومه جورونجا عندما رأوا يعني الطفلتين لما رأوا الكلب يركض باتجاه النهر وهم قرب النهر. كورك خوف خافوا. الطفلتين خافوا عندما رأوا الكلب يجري قربهما أو باتجاههما باتجاه النهر. تحت köprüden karşıya geçmek iste. Tahta köprü el cisr el haşab köprüden min el cisr el haşabi karşıya geçmek karşıya el mukabil geçmek el ubur iste aradu. Aradu el ubur ila el taraf el mukabil min el nehr abra el cisr el haşabi. Tahta köprüden karşıya geçmek iste. Fakat birisi telaşla ırmağa düş. Fakat birisi lakin ahaduhuma ahad tilka el tiflatayn telaşla bi telaş yani ma hu telaş. ماذا نقول في اللغة العربية تلاش؟ تلاش قلق حماس اضطراب هكذا. بيريسي تلاش لا بتلاش باضطراب بهيجان. ارمادش سقط في النهر يعني احد الفتاتين تحاول ان تركض من فوق الجسر لكنها من اضطرابها او من خوفها او من احساسها بالمفاجأة ارمادش سقطت في النهر. قمصص هذا الكلب بو كازاي جورونجا كازا حادث. بو كازاي جورونجا عندما رأى هذا الحادث تحت كبريا دورو كوشمايا باشلا. تحت كبرو الجسر الخشبي. تحت كبريا إلى الجسر الخشبي دورو بشكل مباشر.
كوشمايا الركض باشلا بدأ، يعني الكلب عندما رأى هذا الحادث بدأ يركض بشكل مباشر تجاه النهر. تجون أركسندن سويا أطلا، تجون أركس خلف الطفل، أركسندن من خلفه سويا إلى الماء أطلا قفز أو رمى نفسه، رمى نفسه خلف الطفل في الماء، وأنو وله يعني للطفل أزيلا بفمه إتيندن من إتيك، هي بالأصل التنورة، إتيندن يعني من طرفه يكلا أمسكه، يعني أمسكه من طرف ثوبه، أمسك تلك الطفل الساقطة في الماء من طرف ثوبها يكلا. أورتمنلر يتشين جايا كدر، أورتمنلر المدرسون يتشين جايا كدر، يتشمك يتشين جايا كدر، يتشمك هو الإدراك، حتى إدراك المدرسين، يعني حتى وصل المدرسون إلى هذه الطفلة. أونو سيون، أونو يعني للطفلة، سيون يوزوندا على سطح الماء تتمسك، يعني كان يمسك الطفلة لتتنفس على سطح ويحفظها من العرق، من الغرق. سونرا بعد ذلك أرتك جوجو كسلمش جيبي، أرتك يعني بعد الآن، جوجو قوته كسلمش جيبي كأنها انقطعت، يعني كأن قواه انقطعت وخارت قوى هذا الكلب. كان دينيسو يا لنفسه في الماء. بركت برك ترك، يعني في اللحظة الأخيرة أمسك الطفل، أدرك وهو متسمم وأوشك على الموت، لكنه عندما رأى الطفلة ستموت في النهر قفز إلى النهر، وفي الماء أمسكها من طرف ثوبها ورفعها على سطح الماء، وبقي ممسكا لها حتى أدركها المدرسون، وفي اللحظة الأخيرة خارت قواه وترك نفسه للماء ليموت متأثرا بالصوت. الكلب والإنسان، وفاء الكلب للإنسان، تعاطف الكلب مع الإنسان، موضوع كبير جدا لا يدركه إلا من ربى كلبا، حتى جعل الكلب رمز الوفاء. المهم، مع الوفاء تنتهي الوحدة الأولى، ولله الحمد والشكر لأن انهينا 1/6 من الكتاب، سدس المستوى جبير انهيناه، بقي عندنا بقدر الذي انهيناه وخمس مرات، يعني بقي عندنا بقدر ما انهينا ضرب 5. كلمة الاستسي، قائمة الكلمات أقرأها بسرعة، ستأخذ وقتا لكن مفيدة. أقم التدفق، ألارم، ألارم ساعة المنبه أو المنبه، أشما مرحلة، أتش ساعتي ساعة الساعة النارية، أطلقان يعني أطلقان رشيق أو هكذا ينبغي أن يكون، أطلمك لأنه قفز، أطلقان قفاز رشيق، ننظر إلى معناها في جوجل ماذا يقول عنها. أطلقان مغامر، يعني يرمي بنفسه في كل مكان. آيل السنة القمرية، آيرنت تفاصيل، برنما التجاء، بكلنتي شيء منتظر، يعني مثل أمل تنتظر شيئا جميلا أو هكذا. جفا هو سائل الزئبق، تشنك صحن، طبق هو صحن، تشنك صحن كلمة قديمة، نعم. تشيليمسيز يعني أظن قوي أو هكذا، أو عديم الحيلة غالبا. تشيليمسيز ما معناها؟ كثير الأعشاب، ربما تكون خطأ، نتأكد منها من القاموس التركي. تركي هذا هو القاموس، أجمل برنامج للترجمة، اسمه تركشا سوزلوك، يترجم تركي تركي. تشيليمسيز كنا في كلمة تشيليمسيز، يقشتر إلى ليه؟ تشيليمسيز ما معناها؟ جوتسوز نحيف، يعني كما قلنا عديم القوة، ليس كثير العشب، ترجمة جوجل ليست دقيقة. دفرة يعني دفرة مرحلة، أيضا نترجمها للتأكد. دفرة دارة كهربائية، دارة كهربائية صحيح. دوزانك نظام، فلتش جلطة، جوتش هجرة، جونيش ساعتي الساعة الشمسية، جونيش يلو السنة الشمسية، حصاد حصاد موعد حصاد الثمار، هوس إرادة كبيرة، هوس نحن نقوله بالعربي لكن يعني الإرادة الشديدة لشيء معين. هجري هجرة سيدنا محمد، التقويم الهجري يعني. هرمتلي محترم، إبرة عبرة،
يبقوا جو رأس الخيط، إسيانكار يعني عاصي فائر، إشتماء انجلي معوق السمع يعني الذي لا يسمع أطرش نقول له، كدران لا أدري ما معناها، كدران كدران ننظر إلى معناها الآن، ها كدران كانت في درس الساعات ربما تكون، الاتصال الهاتفي أظن الترجمة خطأ، كدران هذه من أول درس وهو أول نص في الوحدة الأولى أو أول نص في الكتاب، هو أصعب درس في كل في كل ماذا؟ في كل الكتاب بشكل عام، أصعب درس على الإطلاق لأنه يتكلم عن المسننات وتصنيع الساعة وأنواع الساعات وكذا. كدراما هو كلمة فرنسية، فرانسيس جا، ساعات بوصلة جيبي araçlarda üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem. الكادران هو الدزلم يعني مثل شيء دائري، قطعة سطح عليه مؤشر وأرقام يسمى كادران، والكلمة فرنسية الأصل. بعد كادران عندنا كوم ساعتي، الساعة الرملية، ماكول معقول، منطق منطق، محتاب ضوء القمر، ميكانيك ميكانيك كلمة عربية حركي يعني بالعربية، ميكانيزما الآلية آلية العمل، مرمر حجر المرمر أحد أنواع الحجر، ميل هو المؤشر، ميلادي ميلادي، بيريوت 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 فترة زمنية غالبا أو لا شيء آخر، إيه بيريوت ماذا؟ يلا يا جوجل، فترة كما قلنا بيريود فترة. بيانيست بيانو بيانو بيانيست عازف البيانو. بوصلة بوصلة، روتين روتين، صار أطرش يمكن صار لا يستطيع السمع نفسها، صار وإشيت ما إنجلي شيء واحد نتأكد، صار أصم أصم يعني أطرش أليس كذلك، صيدم شفاف، سهير باز سحري، سبونسور دعم، سو ساعتي الساعة المائية، شقق أظن الصدغ هذا هذه المنطقة اسمها شقق، لست أظن بل 99% يعني شبه متأكد، لكن القاموس يفيد أكثر، لم يخرج القاموس، نضغط مطولة نقول نسخ فيجب أن يخرج الآن، نعم شقق ما هو؟ معبد، غلط ترجمة خطأ ليس معبد هو الصدغ، نتأكد نذهب إلى القاموس، تركشة سوزلوك نعم مسح، لأن يوجد قصيدة ينظر فيها الشاعر إلى المرآة ويقول ماذا حدث، هل ينزل الثلج على صدغية، شقاك لرما كارمو ياض، هل نزل الثلج على صدغية يعني هو يتعجب فيسأل، وكأن وكأن الشيء الذي بدأ يظهر على الصدغين هو ثلج هكذا يشبه، المهم الآن شقاق ما هو؟ جوس ألون ياناك أراسندا، جوس ألون ياناك أراسندا، جوز ألون ياناك أراسندا يعني هذه المنطقة، بينها بين العين والجبهة والخدين، الماجيك كيمين استوندا، هذا الماجيك كيمي عظم التفاحة، استوندا فوقه بولونان تشكر تشكرمسو بولجا تشكرمسو تشور الحفرة يعني تشبه الحفرة هذه المنطقة، منطقة موجودة بين العين والجبهة والخدين فوق عظم التفاحتين هنا تشبه الحفرة، هذه المنطقة اسمها شقق، ها مرض الشقيقة ربما يكون مأخوذ منها ربما لا أدري، تيوريك تيوري نظرية، تيوريك وفقا للنظرية أو نظرياتي، تيو كانت ماذا تيو؟ تيو ويقال لك حضارة، يوري منطقة، تيو نصائح ربما تكون صحيحة، نتأكد من القاموس، تيو كلمة إلاري. تيو معناها كلمة فرنسية معناها صنف ده باش كسندان ياردم، لها معنيين،
المعنى الأول المعنى الثاني. المعنى الأول sınavdan başkasından yardım görme veya kaynaktan yararlanma kopya. Ha gış bil fahs. Tuyo. يعني استفادة من أثناء الامتحان استفادة من شخص آخر أو من مصدر. كوبيا يعني غش. وفي الرياضة أيضا لها معنى آخر. كلمة فرنسية يرش أنجسندا قبل المسابقة بليرلانان ويتهمين إدلان يرش ماجي بلينان بليرلانان المحدد تهمين إدلان الذي يخمن يرش ماجي المتسابق هكندا وريلان جيزلي بلجي. المعلومات السرية التي تعطى عن المتسابقين المتوقعين أو المعروفين المحددين في المسابقة. هذا هو معنى تيو لها معنيين. طيب بعد تيو ويقال لك حضارة كما قلنا يوري منطقة. الفيلر الأفعال الموجودة في هذه الوحدة بولان ماك الغرق غالبا، لكن إذا تأكدنا يكون أفضل. بولان ماك تفوح منه رائحة عفنة. نتأكد من القاموس الحقيقي. يبشتر لصق بولان ماك ما معناها؟ يقول لنا أزرنا بو أولوشمك بو إلى كابلان ماك تغطى بالبو. ما هو البو يا سيدي الكريم؟ بو ما معنى بو؟ هذه بو لانما بو فقط. بو لانما التغطي بالبو. البو هو ısı etkisiyle gaz durumuna geçen sıvı. المعنى الأول، المعنى الأول السائل المتبخر بو يعني البخار. المعنى الثاني soğuk bir cisim üzerine ince bir tabaka durumunda yoğunlaşmış sıvı. السائل المتكاثف. ها إذا ترجمت جوجل يجب أن تكون صحيحة. بولان ماك يقول في جوجل تفوح منه رائحة عفنة، وفي القاموس الأساسي يقول السائل الذي تبخر أو الشيء الجامد الذي تغطى بالبخار. بولاند. تشربن ماك يعني الفلحصة. ماذا نقول لها بالفصحى؟ تشربند. يتحرك يمنة ويسرة بشدة. دور الماك تصحيح. دور الماك تصحيح. دور الماك دور لدى صحح. دور الماك نتأكد منها أيضا. دور لدى دور لدى كوبيا لا انتصب. دور لدى دور دور مستقيم. دور لدى انتصب. من احتمال كبير أن تكون صحيحة. نتأكد معا. لصق دور المك ايك ويا ايري بير شي دوز بير دورومان جالمك. الشيء المائل استواؤه. استواء المائل هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المعنى الثالث ينلمك ينلمك توجه. Para için sağlanmak, kazanmak, kesb el mal. Doğrulmak ayban ma'na thani leha. Oturan veya yatan bir kimse için toparlanmak, dik durmak. Yani şahs da kan naim ou jalis bi tariqa ghayr munasiba, yajlis bi tariqa munasiba. İzan doğrulmak hiya el istiqama. Şey kan ghayr mustaqim fastaqam. Ba'da fi'l doğrulmak الفعل التالي اسمه دوزان لانمك يعني الانتظام. اريتمك التذويب. إلتمك النقل. إلشكي لاندرمك إنشاء علاقة بين شيئين. استفادة اتمك ذات عربي استفادة من شيء معين. كايغو لانمك يعني القلق ونتأكد منه. كوبيلا كايغو لاند قلقة. ماذا يقول هنا؟ قلق. نعم كايغو لانمك القلق قلق من شيء قلق على شيء. أناكلي كلمك أولا ناكلي كلمك جعله ممكنا. وأيضا ننظر ماذا قال. كوبيلا تمكين جعله ممكنا. سوزلشمك يعني تعاقد إنشاء عقد. تكشمك تبادل أظن
تبادل تجاري بين تاكش تاكس تاكاس صديقة تاكاس تشبهها كثيرا تاكشمك تاكشت تاكشمك غالب خصام. نتأكد منها من القاموس الحقيقي، القاموس التركي تركي تاكشمك تتا يبشتر إلاري تاكشمك بيرينا تاكلمك. ها التصاحب يعني دير بيرينا تاكلمك المعنى الأول. المعنى الثاني أن لشماز لغادو شماك كاي جياتو تشماك. الله الله أص كوغاسي يطمك الخصام معناها كما قلت الخصام تاكشمك تاكشت بير بيرينا تاكلمك يعني ليس معناها المصاحبة وإنما إنه يعلقوا على بعض بير بيرينا تاكلمك. مرت في النصوص في الكتاب في الوحدة الأولى بمعنى الخصام لذلك أنا ذكرتها بمعنى الخصام تاكشمك. تصار لمك التصميم، تصار ليجي مصمم. تشمك عندنا فعلين تشمك وتشمك. تشمك الرجم غالبا تشمك الفيضان. نتأكد أيضا تش حجر تشمك الرمي بالحجر. في تشمك تشمك أو تشمك فعل يعني يحدده السياق لأن يعني له عدة معاني. يوجد تشمك أظن تشت تشت نعم الفيضان تشمك وتشلمك الرجم وتشنمك الانتقال. تشمك تشت النهر تشت نهير تشت يعني فاضة. ألومك رأيناها في هذا الدرس في قصة الكلب الذي كان يئن من الألم. صوت الكلب أو الحيوان عندما يتألم ليس صوت العواء لكنه يشبهه صوت الألم. من يربي الحيوان ربما يعرفه أكثر مني. يايجن لشمك شيوع، نقول إنه استخدام الهاتف الجوال يايجن لشت تليفون كلان مصر يايجن لشت يعني شاعة. زهير لنمك التسمم. كوناك زور عفوا زونك لمك زونك لمك أظن أنني أرى هذا الفعل لأول مرة في حياتي زونك لمك. لا أتذكر أني رأيته مسبقا أبدا. وهل مر معنا خفقة زونك لد. ننظر إليه في قاموس تركشا سوزلوك. زونك لمك بشتر مهما تعلمنا يبقى وجود بير يري مكان في الجسم. نبض أطش جبي النبض كيسيك كيسيك آر آرمك ويا سانجمك. أيوة يعني مثلا عندنا أحد أنواع الألم يكون ألم هكذا يأتي ضربة كما ينبض القلب عند مثلا يلتهب شيء في جسم الإنسان. في بعض الأحيان يصبح الألم هكذا بنبضات القلب، كلما نبض قلبك نبضة تشعر بالألم وخز نقول له زونك لماك اسمه. نقرأ مثال عنه حتى نستفيد أكثر. ماذا يقول المثال؟ ديش لريني سكمش يعني ضغط على أسنانه. شكاك لر زونك ليور شكاك لر صدغيه كما رأينا. زونك ليور يعني تنبض ألما. ألمندا في جبهته يالو وكنالو تر داملاجك لر يالو دهنية كنالو كنامك كنامك ter damlacıkları ter arak damlacıkları yani ala arak ala cebhetihi kıtaratul araki el yalı el deh el mudhina vel kınalı kınalı ma ma'naha sanadur ileyhe el an kınalı kınalı kına hilne kınalı muhannan nakul lehu kopyala nasıh kınalı هنائت لم يترجمها كنال. إذا كتبناها هنا أيضا ما شاء الله يقشتر كنالو كنا إلى بويانمش olan. كنا هي الحنة كنا إلى بويانمش يعني الذي دهن أو لون بالحنة يعني على جبهته قطرات عرق زيتية محماة بلون الحنة. طيب انتهينا من معنى هذه الكلمة زونك لمك. آخر شيء هي كا
kalıp ifadeleri, التعبيرات, القوالب اللغوية, başını kaşıyacak zamanı olmamak. Başını kaşıyacak zamanı olmamak. ليس عنده وقت كي يحك رأسه. معنى هذا مشغول جدا. Bir şeyi lehine çevirmek. Bir şeyi lehine çevirmek. Çevirmek tahvil kalıp. Bir şeyi şey muayyen lehine li salihih. Tahvil şey li salihih. Yani هكذا معناه تحويل شيء لصالحه. بشيء تمليني أطمك. بشيء شيء معين تمل أساس أطمك إلقاء يعني إلقاء أساس شيء معين معناه وضع حجر الأساس لشيء معين تأسيس شيء معين. بيرسيني إكمك. إكمك زراعة. بيرسيني لأحدهم أن تزرع أحدهم في مكان معين يعني أن تضع جاسوس غالبا. تشكيب جيتمك الانسحاب والذهاب. إلجي دويمك الشعور باهتمام يعني الاهتمام بشيء معين. إلهام فيرمك إعطاء إلهام يعني إعطاء إلهام يعني مثلا أنا أقول مثلا سنين تشالشمان عملك بنا إلهام فيريور يعطيني إلهام يلهمني أشياء كثيرة. قلبي كت كت أطمك قلبي قلبه كت كت يعني نبض نبض أطمك يعني ينبض قلبه بشدة. مراك ويندرمك مراك الفضول ويندرمك إيقاظ إيقاظ الفضول يعني لفت الانتباه إلى شيء معين مثلا أقول هذا المدرس أيقظ فضولي نحو الرياضيات يعني أحيا في قلبي الهمة لدراسة الرياضيات. براجان لص يعني يعشق المال. رينك أطم رينك كاتماك أضاف لونا نقول مثلا هذا الشخص أضاف على الرحلة لونا أو أضاف على الدرس لونا أو أضاف لونا يعني أضفى بهجة يعني زاد الشيء جمالا. سينير لري جريلمك يعني قلق أو هكذا سينير لري الأعصاب جريلمك اضطراب اضطراب الأعصاب يعني جعل الشيء أحدهم يقلق من شيء ما. سينير لري جريلدي يعني قلقة أو اضطرابة أو هكذا. أميدني كايبتمك أميد أمل كايبتمك فقد فقد أمله بشيء معين. يبش يبش أولمك يبش لاصق يبش يبش أولمك نقول صار لاصقا يعني صار عم بيلزق كما نقول هكذا. مثلا الشيء إذا اتسخ أحيانا وأحيانا إذا أتاه لاصق فيصبح هكذا إذا وعطيتك عليه تلصق به تلتصق به فنقول له يبش يبش أولمك. زمان ألمك أخذ زمان يأخذ وقتا. زمان هرجمك صرف زمان يعني يحتاج إلى وقت يصرف وقت. زمان كايبتمك يفقد الزمان يعني يضيع الوقت أو ينفق الوقت. زمان أولدرمك قتل الوقت يعني تضيع الوقت عمدا عن صدق الإصرار والتصميم. وبذلك نكون قد أنهينا وحدتنا الأولى. مع السلامة أيها الوحدة الأولى أشك أولسون. نبدأ بقراءتها الآن في الدرس القادم. الآن ماذا سندرس في أشك أولسون؟ سنقرأ فقط ماذا سندرس فيها. بجريلر المهارات. ما هي المهارات التي سنكتسبها في وحدة أشك أولسون؟ أدبي بمكتوب يازما. سنتعلم أن نكتب مكتوب أدبي يعني رسالة أدبية. بيرمتين دكي سوسيال سياسال تاريخي أوغلر أنلما. أنلما فهم. سنفهم بيرمتين دكي في نص معين السوسيال والسياسال والتاريخي أوغلر العناصر السوسيال الاجتماعية والسياسال السياسية والتاريخي التاريخية. أنلما فهم فهم العناصر السياسية والاجتماعية والتاريخية لنص معين. بالديل بالجيسي قسم القواعد ماذا سنتعلم فيه؟ روايات بيرلاشيك زماندر يعني بيرلاشيك زماندر الأزمنة المشتركة يعني الزمان فيه زمانين الفعل الذي فيه زمانين. روايات الشيء الغير مرئي يعني سنضع مش مع بقية الأفعال جلجك ميش يبيور موش يب يبصاي مش إذا فعل المهم نضع مش مع بقية الأزمنة. طيب روايات بيرلاشيك زمانلر أيضا أجاك مش كما قلنا تكملة القاعدة. روايات بيرلاشيك زمانلر مش مش ملي مش هذه أيضا مش 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 إذا جاءت مرتين. سويلة مش قال ولم أره. سويلة مش مش يب مش مش قال مش مش تقال للسخرية مثلا. أحدهم قال لي لقد قرأت اليوم 100 صفحة بكون نيوز صيف أو كودوم. فأنا أقول ها لقد قرأ 100 صفحة يعني على أساس قرأ 100 صفحة ولم يقرأ ولا شيء وكما نقول عم يسحب علي يعني عم يتكلم كذبا. يوز صيف أو كومش مش
مثل الاستهزاء. كلمة لر، الكلمات التي سنتعلمها: أشك كلمات العشق، سيفجي كلمات الحب، دويغولار كلمات العواطف. هذه من أجمل الوحدات في هذا الكتاب، سنبدأ بدراستها في الدرس القادم. كان الدرس طويلا بعض الشيء، لكنه درس الوداع الجميل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.